وانا راه فرحان بعدا ملي دار الاقاله ديالو، ومن مدرب ما والو. انا كنتمنى يرجع الشافي ولا البنزرتي ولا يليق الراجل. على زعما شنو الاخطاء اللي دار المدرب هذا اللي بغيتوه يمشي بهذه الدرجه؟ وما عندوش حتى تشكيله بعدا ما كايناش. ما عمرني انا بعدا ما عمرني كنتفرج في الراجل ديما، ما عمرني شفت التشكيله. داك الشيء ما مرتاحش لهذا المدرب. كان عاطل على العمل، جابوه من السيد كان ما مريحته ولا جابوه كيدرب. ما فهمتش، ما قنعكش؟ ما كيقنعش الراجل هو بتاتا. واخا شكون اللي يقدر يعوضه في هذه الظرفيه؟ كنعرفوا عصبه الابطال البطوله، وانا شكون اللي كان يقدر؟ الشافي هو اللي بان ليا حاليا، ولا البنزرتي هو اللي لكن بان ليا مزيان. الشافي المدرب نيتو الجمهور طالب باش انه يمشي، وداروا عليه انتقادات لا كثيره والو، وتصفيق. انا متيقن. انت ما مشي من دوك الناس اللي كانوا لا كيبغي الشافي هو يمشي؟ مدرب اعطانا كل شيء. راك شي راه بعدا ما كاين لا خسران بزاف لا والو. اي واحد اي مدرب كيخسر، ولكن بالنسبه لهذاك راه ما شفنا منه والو. يلا جا ربعه ماتشات ما دار في موت، حتى ماتش مزيان ما ربحه. شي ماتش اللي مزيان قنعنا فيه بلي غيربح هو. انت شتي الماتش الاخر ديال كنعرفوا خليفه بجوج؟ الجمهور ديال الرجاء كيبغي الفرجه اكثر من الرباح، يعني هذه معروفه عليه منذ ازل. وحنا ما كنتفرجوش دابا، ما شفناش، ما كنتفرجوش مع هاد لا المدرب كره هذا. لا كاملين ولا علاقه الرباح. والو، ما كاين والو مع هاد المدرب هذا. كتشوفها في الرجاء غادي وكتهبط، غادي وكتهبط. لعابه مزيانين جابوهم، قال لك اللعابه خاصنا، قاموا جابوهم ما شفنا منهم والو. حتى شي حاجه المدرب ما دار ما من كاينش الاحسن. اللمسه ديال الناس. ما كايناش اللمسه. كنتمنى انت اخويا تعجبك يرجع اللمسه. الشاب. كنتمنى يرجع الشاب ولا البنزرتي. شكرا، تبارك الله سي عليك. الله خويا. اش غادي نقول لك بالنسبه للمدرب؟ يلاه جا، فهمتي يعني السلبيات والايجابيات ما غادي تشوفهم في المدرب. تضرب مثلا واحد 3 شهور ولا 4 شهور، فهمتي؟ ولكن باش تجي مدرب باقي على ضارب 3 شهور وحكمتي عليه، راه يعني راه ما يمكنش، فهمتي؟ انا كنقولها كانني زعما متبع الراي الرياضي وصافي. انا كانني ودادي، فهمتي؟ انا كنقول رايي ديالي وصافي، وكله الراي ديالو. نقولوا مثلا كاع غيجيبوا شي مدرب دابا، نقولوا مثلا شي مدرب هكا اللي مثلا يعني كيقدروا يفكروا في البنزرتي. انا المدرب اللي كان بالي مزيان هو داك المدرب التونسي شابي. هذاك الشاب هذاك، بالي فهمتيني مدرب عنده ليفيكتيف، فهمتيني عنده ثقافة ديال الكرة وكيلعب دراري في التيران، فهمتي؟ انا والله ما كرهته في الوداد صراحة، ما كرهتوش صراحة، مدرب زوين. الفريق ربما مع الضغط ديال الجمهور، الفريق اللي كيبغي يلعب دائما على الارباح على الالقاب، والرحيل ديال المدرب، هاد المساله كلهم كيلعبوا باش ان يتم تغيير مدرب في الظرفيه الصغيره والوقت الصغير. بالنسبه لدابا الضغوطات ديما حنايا عندنا في المغرب، الضغوطات ديما كيكونوا على المدرب، فهمتي؟ يعني دابا انا نعطيك مثلا دوك اللعابه اللي جابوا جداد، راه ماشي شي حاجه. الا شفتي اللاعب ديالهم ماشي شي حاجه. انا ربما واحد تفرج في واحد الميطه الثانيه ديالهم بلي بانوا لي ماشي شي حاجه، فهمتي؟ يعني خاص المدرب يخليو ليه فين يخدم في الوقت الكافي. حطيو له الوقت الكافي، عرفتي يعني مثلا انت فهمتيني. البطولات الاوروبيه كنشوفوا على سبيل المثال كي مدربين كيبقاو سنوات. دابا حنا البطولات الاوروبيه ما غاديش نوصلوا لهم، فهمتي؟ البطولات الاوروبيه كيخليو المدرب هكا، بحال مثلا نعطيك مثلا بحال مانشستر يونايتد، كان عندهم واحد المدرب عرفتي شحال من 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 ماتش خسر، ومع ذلك ما فرطوش فيه. يعني تعرفوا الخلل فين كاين عاد باش تمت الإقالة ديالو. واش نقول لك؟ الإقالة هي خصها لابد خصو يحيد نيت. ما دار حتى حاجة، ما قنعش ما قنعش الجمهور. الجمهور غاضب عليه، فهمتي؟ في نادي انا تنتفرج فيهم، ولكن حسيت واخا انا ودادي، فهمتي؟ انا كنت تنتفرج فيهم تا، ولكن خصهم المدرب ما ريقش ليهم، فهمتي؟ ما دار حتى شي حاجة مفيدة. كما قلت لك يجيبوا مدرب وطني احسن. هذا هو اللي نقول لك. بحال وليد الركراكي دابا مع الوداد كتشوفو ناجح. المهم مقاومين بعدا عطاو شي واحد النتيجه، ماشي بحال، لان مدرب اجنبي ما غاديش يعطيك الروح الوطنيه ولا يعطيك شي حاجه من غادي يبغي على الفلوس. هو يعني شكون هو المدرب اللي غادي يعوض هذا المدرب؟ اش نقول لك؟ كاين سميتو، كاين لعابه قدام في الرجاء، فهمتي؟ هذاك اللعابه قدام يكونوا مدربين الاحترافيين اللي عارفين بحق الرجاء. الجمهور يصبر عليهم. المهم كومين غادي يشجعهم، فهمتي؟ ماشي بحال واحد اجنبي ما غاديش يديروا فيه الثقه. واحد رجاوي حقيقي تيموت على الرجاء غيكون مدرب ديال الرجاء ديال. وهي بصراحه اقاله يعني بالنسبه لنا حنا غتكون واحد النقطه ايجابيه. علاش؟ لان شفنا الطريقه ديال اللعب ديالو، شفنا استراتيجيه كيفاش كيلعب، شفنا لي سونجمون كيفاش كيدير.
اوتوماتيكمون الراجا ماشي هي هذه. الراجا كنعرفوا حنا بتيكي تاكا، كنعرفوا حنا بواحد اللعب واحد استراتيجيه زوينه، كنشوفوا كيفاش كيهبطوا الريتم، كيفاش كيهزوا الريتم اللاعبين، كيفاش تكون عندهم واحد روح قتاليه. فللاسف هذا المدرب هذا ما عمرش بزاف مع الفريق، يعني ربما الرجاء كي الناس كيقولوا ما خلاش ليه فرصه فين يخدم. لا لا بالعكس، لا طاحوا ليه فرص، وكيعرف الطريقه ديال اللعب ديال فريق الرجاء البيضاوي، وميم طو يعني ما عرفش هو كيفاش يجري الماتش. دليل على هذا ان الفينال ديال السوبر كوب ما عرفش كيفاش يجريه، وكيشوف اللعابه يعني مرهقين الستريس والعياء، وخلاهم يبقاو لاعبين. كنظن بان هذا المدرب ضعيف شويه. بالنسبه نعم فرحان لهذ الاقاله هذه، انا بالنسبه لي فرحان صراحه، لانني انا ما كرهتش الشاب يرجع، لان ذاك السيد صراحه يعني كان يعني عنده واحد اللبسه، كانت عنده واحد الطريقه ديال اللعب، وكيعرف كيفاش يتعامل مع الخصم ديالو، وكنتمنى من الله انه يرجع. دابا الجمهور اللي كان كيبغي الرحيل ديال الشابي، ولا هو نيت اللي كيبغي يرجع؟ لا هي صراحه الجمهور، صراحه الجمهور باغي الشابي يرجع ان شاء الله. وعلاش كان باغي في الاول يمشي؟ كانوا يعني كتكون بعض يعني هادو ماشي رجويين، كنظن هذه كتبقى يعني مساله بين قوسين، ما نقدرش نهضر فيها، ولكن اون طو يعني حال الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي كيطالب بالرجوع المدرب الشاب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.